قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. حق ابن السبيل، والسبيل يا إخوة هو الطريق، وابن السبيل هو الغريب عن بلده، البعيد عن بلده، الذي يعيش في بلد ليس بلده، هذا ابن السبيل، وله علينا حق. فمن حقه أن يكرم ويؤانس ويحرص على إذهاب وحشته وتقليل غربته. الغريب إذا تغرب عن بلده يشعر بوحشة ويفقد أهله، فمن حقه أن يحرص أهل البلد على تقليل غربته وعلى إذهاب وحشته التي يحسها، وأن يكرم ويؤانس. وإذا كان ابن السبيل منقطعاً محتاجاً فإنه يعطى ما يبلغه بلاده ويدفع حاجته ولو من الزكاة. ابن السبيل يا إخوة المنقطع عن بلده، الذي لا يستطيع أن يرجع إلى بلده، يعطى ولو من الزكاة. ومن النوازل المعاصرة في هذا الزمان أن الغريب مثلا إذا كانت عليه مخالفات وغرامات لا يظهر أنها عن جرم، لكن مخالفات نظامية مثل ما يتعلق بالسير ونحو ذلك، وكانت هذه الغرامات تمنعه من الذهاب إلى بلده وهو لا يستطيع أن يسددها من ماله، فإن من الخير أن يعطى لسدادها ويعطى من الزكاة، لأنه بهذا يصبح ابن سبيل منقطعاً لا يستطيع أن يذهب إلى بلاده.